مع أخبار كرة اليد، فريق النادي الأهلي حقق الفوز على فريق ريد ستورز بطل كوديفوار ب 45-26 في تاني مباريات المجموعة لمباريات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المقامة في المغرب. الأهلي كان فاز في المباراة الأولى على فريق ريما النيجيري بنتيجة 26-46. المباراة اللي جاية للأهلي هتكون يوم 28 أغسطس قدام فريق فاب الكاميروني في آخر مباريات المجموعة. الهدف من مباريات المجموعة هو الترتيب فقط، لأن الفرق الأربعة هتتأهل لدور الثمانية، ولكن الهدف من مباريات المجموعة الترتيب عشان الأول هيلاعب الرابع من دور أو في دور الثمانية، الثاني هيلاعب الثالث، ومباريات دور الثمانية هتكون يوم الاثنين 30 أغسطس، ونصف النهائي هتكون يوم 1 سبتمبر، والمباراة النهائية هتكون يوم 2 سبتمبر. كل التوفيق للنادي الأهلي في البطولة بإذن الله نشوفه في النهائي.